السلام عليكم. ان شاء الله النهارده عايزين نعمل مع بعضنا كيكه الليمون. يعني الحاجه بتبقى اشكال حاجه جميله وتعجبكم باذن الله. مخصوص الليمون يعني كيكه الليمون اللي عملناها كلها مع بعضيها في الاخر بنعمل مخصوص جميل قوي يتحط عليها من فوق. ان شاء الله هتعجبكم باذن الله. يعني بتاخد حاجه كلها تتعمل على الايد، يعني كلها مش محتاجه مضرب كهرباء ولا حاجه. نحط 3 بيضات فانيليا بالكب، الكب اللي هو بتاع الشاي العادي ده. هيبقى 3 بيضات فانيليا، كوبايه الا ربع سكر، كوبايه الا ربع زيت، واحده زبادي 170 جرام، ملح كوبايه ونص دقيق، هنقول معلقه بيكنج باودر، بشر ليمون، عصير ليمون، سكر للصوص. هنقول بسم الله كله مع بعض اهو. هنحط اول حاجه البيض والسكر وشريحه الفانيليا. نضربها مع بعض كويس قوي. هنحط واحدة ضربة زيت، الملح، الزبادي، كده يا جماعة مع بعض اهو. ضربها كويس. طبعا كل ده على الايد اهو، يعني مفيش حاجه مش صعبه ولا حاجه. هكذا زي بدي بيكنج باودر، بشر ليمون، شوية عصير ليمون، لو حسيت ان هي تقيلة معايا لو حسيتها تقيلة بزود لها شوية ايه بيضة ولا حاجة مظبوطة خلاص. لو حسيت ان هي تقيلة ممكن اديها سنة زيت، حسيت ان هي خفيفة اديها سنة دقيق. انا بدوك دي معايا كفاية يعني. كده دي جاهزه معايا. كده يا جماعه اهي بعد ما ضغطتها كويس قوي نفضيها فرن وادخلها على نار متوسطه. يعني انا عايز احط عندي انا في الفرن انا 180، بس لو فرن بيض تبقى درجه حراره متوسطه. كده دي جاهزه معايا، تخش الفرن. درجه الحراره هنا درجه الحراره عندي 180، بتاخد معايا حوالي نص ساعه. كده جاهزه، كده عملنا معاك كيكه الليمون. هنعمل بقى الصوص بتاعها اللي هنعمله. في معلقتين هنا، معلقتين سكر بودره مع شويه عصير ليمون، وهنتعبهم كويس قوي. كده يا جماعه اهوت، ده كده الصوص جاهز معايا، ده سكر بودره وعصير ليمون. ده كده الصوص الايه؟ الصوص اللي احطه كده من فوق، اجي اعمله كده اهوت عشوائي كده، مش شرط ايه شكل معين يعني. حاجه يعني تستاهل يبقى فوق الروعه. الليمون يعني كمان اصلا منعش يعني. كده يا جماعه اهي، واجي اقطع حته كده منها اهي، شوفوها معايا. حاجه يعني بعد كده مفيش تست. الليمون وريحه الليمون باينه فيها جامد قوي يعني. كده يا جماعه اهو عملنا معاكم كيكه الليمون وصوص الليمون الرهيب، حاجه تعجبكم قوي ان شاء الله. حطينا 3 بيضات وفانيليا وكوبايه الا ربع سكر ونص كوبايه زيت
وعلبة زبادي ورشة ملح وكوب ونص من الدقيق ومعلقة بيكنج باودر صغيرة واتنين بشر ليمون وشوية عصير ليمون من الاتنين بشر برضه حطيناهم. بعد كده عملنا الصوص اللي عملناه فوق ده عصير ليمون مع سكر بودرة دخلناه الفرن درجة حرارة 180 خدت معاه 30 دقيقة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.